السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا حبيبتي عاملة إيه؟ الحمد لله يا أم مريم، أنتِ عاملة إيه؟ الحمد لله. أخبار عيالك إيه؟ الحمد لله بخير. ماشي، بقولك إيه؟ البنطلون ده أنتِ كنتِ عاملاهولي، عايزاكي تضايقهولي شوية. أنا فاكرة البنطلون ده. فعلاً أنا كنت مضايقة. طيب يا حبيبتي، عايزاكي توسعي بقى، سيبي يا شباب، عشان الوضع ضيق ماسك عليا. طيب تمام خلاص، 10 جنيه ام مريم، مش انا كنت عاملاها قبل كده. 10 جنيه ليه؟ ما انت كنت عاملاها كده، انت بتقوليها، انت بتقوليها بقك، انت كنت عاملاها قبل كده ودافع حساب. يعني دافع حساب واقعد طول السنه اخيط على نفس الموضوع؟ معلش يا ام مريم، يعني انت قضيتي شهر رمضان كله ما شاء الله عليكي وتخنتي، انا بقى اشيل الحكايه دي؟ انا اشيل الليله دي؟ على فكره انا ما تخنتش، هو البنطلون ضيق. بس لما خدتيها ام مريم كان ايه؟ كان مظبوط صح ولا انا غلط؟ وبعدين انا عندي الزبون بياخد الحاجه ام مريم، بيقيسها في المحل مكسوفه وبتقيسي في البيت، تقيسي في البيت، تبعتي لي البنطلون تقولي لي عايز يتضيق عايز يتوسع في نفس ذات الوقت، بعدها باسبوع مسامحاكي مفيش مشكله اعمله لك. بعدها زعلاني يا مريم، يا دوبك شهرين وانا كملت. ماما مريم، انا لو فضلت على كل زبون يجي يعمل الحاجه مرتين ثلاثه على نفس الاجره ما تزعليش مني، مش هنشتغل. لا انت كنت موظفه لها قبل كده، مش لازم فلوس يعني، ده انت هتحط بس انا بكسبك كمان. او بعد كده لو خسيتي بقى شويه يا ام مريم تقولي لي ضيقي بقى، ما انا اصل حاسباكي. هبقى ادفع لك بعد كده، ما تخليش تزعلي مني بقى، هبقى ادفع لك بعد كده. يلا خلصي وانا قاعده معاكي. بس دي عطله يا ام مريم، انا عندي شغل، ما ينفعش الكلام ده، خلي نص البلد عليكي ونصها عليا، يعني اخليها ستي خمسه عليكي وخمسه عليا، مش هنزعل، بس ما ينفعش ان انت خلينا اشتغل من خمسه كتير. انا عماله اشكر فيكي ولا كل حاجه اشكر فيكي وبعدين تعملي كده؟ لا لا اله الا الله، لا اله الا الله. هتوسعي ولا مشي؟ لا انا اللي همشي. والله حصل تجيب لك الحاجه وتقول لك وضبيها وتوضبيها وتبقى ماشيه ومبسوطه، وتجي لك بعد شهرين ثلاثه تقول لك اصلها وسعت، اصلها ضاقت. طب وانا ليه علاقه بوزنك اللي بيروح وبيجي ده؟ مش ليه علاقه. فلازم نكون صريحين مع نفسنا، مش ناصحين. اياكم الاستنصاح، ان انا اعمل نفسي ناصحه واما اروح بقى اخليها تعمله لي ثاني ويصلحه لي ثاني على نفس الاجره اللي انا دفعتها، ما هو ده مش حقيقي. طالما خدتيه مظبوط لك عندي اسبوع، حددوا ده، يا اللي بتعملوا مشاريع جديده، يا اللي نويتوا تعملوا مشاريع ربنا يرزقكم ويوسع عليكم، اعملي ده في بدايه حياتك وخططي له، انه انت لك اسبوع واحد انك تيجي تاخدي الحاجه بتاعتك، مش مفروض تركني حاجتك في المحل. في ناس بتحدد مده شهر كده، بتكتب يافطه ان بعد شهر المحل غير مسؤول عن القماش او عن الموديلات اللي موجوده فيه. اعرف ناس لما الحاجات بتطول بيودوها لجمعيات خيريه بتتوزع للناس البسطاء. فاوعي تيجي بعد سنه او اتنين تقولي لها اصل انا كنت سايبه عندك حته. لا لا، التزموا، التزموا بالشيء، اللي خايف على حاجته يروح ياخدها، صح؟ فلازم يبقى في اسبوع بعد ما انا هشتغل تيجي توضبي فيه زي ما انت عايزه تعدلي فيه. انا هقول انك انت سافرتي، ان انت نمتي، ان انت ما استخدمتيش البنطلون، هديكي اسبوع بس. بعد كده لا، ليه اجره جديده؟ هتزعل؟ خلاص تزعل، يا اما هتفتحي على نفسك باب ان انت مش هتوقفي كل اللي هيجيلك بالطريقه دي. شغل استنصاح بقى، هنشتغل طول السنه على نفس ال10 جنيه؟ لا تمام.